قال لك سيدي بسم الله الرحمن الرحيم عندنا واحد فتاة أجنبية غير مسلمة جات زارتنا أوروبية تريد أن تسلم ولكنها وجدت عقبات كبيرة في طريقها على حسب قولها يعني عندها عقبات كبيرة في تحول بين الإسلام وتريد كتابا يدلها على حقيقة الإسلام فما هو في نظرك هذا الكتاب الآن كتقولي لي بأي لا هذه عندكم جات عندكم هذه النصرانية وهي تريد أن تسلم ولكن عندها عقبات تحول بينها وبين الإسلام ما هي هذه العقبات؟ ما عرفنا شنو هي هذه العقبات ولذلك إياك باش تقولي لها بأي إلا الإسلام واعر وراه كاين بزاف لا بمجرد ما تقولي قولي بعد إلا هي الأولى أشهد أن لا إله إلا إلهي الله وأشهد أن محمداً رسول الله هي الأولى ما لا عند عدول ولا الجمع بضربها لتنطق الشهاده يا اختاه يا اختاه بضربها جيت تسقسيني وهي عندك وهي باغي تسلم قول له الاسلام سهل. يسير هو يلائم الفطره ربي واحد لا اله الا الله ومحمد رسول الله نؤمن بالانبياء جميعا وعيسى هو عبد الله صافي وتؤمن بالله واليوم الاخر هذه وعلى هذه جات عندي هذه المره سلمت عندي اوروبيا ان شاء الله في في البيت نهار الجمعه ان شاء الله تبارك وتعالى يعني يعني ذاك الشيء آه بسيط جدا قلت لها واسمه الايمان ها واسمه كذا قلت لها ان شاء الله على سلمتي علاش بغيتي تسلمي فبدات تبكي سبحان الله ذلك اللي كي يجيو يسلموا غير يشاهدوا يبقاو يبكي تبكي تبكي علاش وش قالت لي اولا بدات اقرا على هذا الدين فكان يلائم الفطره ويجيب على الاسئله المفتاح ثانيا الذي اثر في ودفعني للاسلام راك لا تشوفها في اليوتيوب اذا بغيت تشوفها في اليوتيوب راك تشوفها اليوتيوب راك تشوفها قالت لك ان شاء الله تبارك وتعالى وش اسمه قالت وش قال قالت شيخه قالت لك شيخي مون بو من احسن ما رايت في خلق الله بين رجلي احتضني وجدت فيه الاب الحنون والموجي رحمه الله الشيخ هو راه مات عند صدام وانقذ الله لان الرجل مسكين يظل برا يخدم وكي تجي تشوف العائله قالت لي كي تشوف العائله نتاع المسلمين يعني اجد حضنا فقدته طوال حياتي اجد الحنان والعطف وكذا, وكذا فبدات تبكي حينما ذكرت يعني الراجل بين رجع. <applause> لا اله الا الله اذا واش نقول كابنيتي نقول لها قولي اشهد ان محمد رسول الاسلام ساهل ما تبقاش تستناي اش من عراقيل هذه لا عراقيل تقف في وجه من يريد يدخل الاسلام اقلعي هذا هذا سؤال ملغم الغام هذه ما كاينش يا سيدي ما. حنا عندنا في الاسلام ما كاينش حتى العراق اللي بغى يسلم ربي راه يسمع اشهد ان لا اله الا الله وتفهمها معناها راه مسلمه تموت في ذيك اللحظه تموت على الاسلام تخليوها كحال ليامات مالكو راكو ديروا هكذا مالكو ولو كانت تموت بلا ما تسلم تحملوا انتم الاثم ديال ربي لا حول ولا قوه الا اما الكتاب الذي تريده على حقيقه الاسلام هو القران قرأ القران ان شاء الله تبارك وتعالى وكاين الترجمه نتاعو بالفرنسيه وهي موجوده هنا تقدروا تشريو مصحف من هنا وتعطيو لها ان شاء الله تبارك وتعالى ثم انصحوها بان تنخرط مع المسلمات في في في, 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 في المساجد والمدارس لكي تختلط بهم فتتعلم أكثر.